السلام عليكم ورحمة الله. الله وبركاته. ده موقع اسمه تينكر كاد من اوتوديسك. تينكر لما بنيجي هنا بنلاقي ان هو بيدينا 6 حاجات: 3D ديزاين، واحنا شرحناه اكتر من مره، والكود بلوكس، وده برضه شرحناه اكتر من مره، عامل زي سكراتش، وهنا سيركت اللي هي الدوره الكهربائيه، وهنا سيم لاب، والديسك فيوجن ده برضه شرحناه كتير. طيب دلوقتي بقى هنشوف السيركت او الدوره الكهربائيه. هقول له كرييت واقول له سيركت. بيبقى سهل جدا ان انت تصمم الدوائر الكهربائيه وتشرحها للطلاب بشكل سهل جدا وبسيط ومن غير ما تشتري اي مكونات خالص. طيب على سبيل المثال مثلا هبدا اقول له ان انا عندي هنا ده البورد بتاعتنا، بدل ما نشتري بورد، هي البورد اهي موجوده جاهزه، تمام، وتقدر ان انت تديها اي اسم انت عايزه. دلوقتي هبدا احط بطاريه، عندي هنا في 9 فولت وعندي 1.5 فولت، اختار ديت وابدا اعمل لها روتيت، ولو انت عايز تقلبها تقدر. طيب هاخد السالب هنا للسالب هنا، والموجب ده هاخده للموجب هنا، وممكن امشي بيها بشكل كويس اهو كمنظر جمالي. يبقى كده السالب اهوت تقدر توصل بيه والموجب اهوت. طيب هاخد الليد بتاعتي واحطها مثلا هنا. طيب خلينا ننقلها شويه لتحت وابدا اوصل ده بده، واوصل برضو الموجب بالموجب بالشكل دوت، تمام. وتعال نشوف بقى لما نعمل ستارت بدات تنور، يعني عملت زوم هتحس بانها بدات تفتح، اللمبه تنور اول ما التيار بيبدا يمشي فيها. طيب خلينا نمسك البطاريه ديت، ده الاسم بتاعها، ده البطاريه واحد. طب لو خليتها 2 اتحرقت، خدت بالك؟ بوم، فرقعت، بس احنا ما خسرناش فلوس لان احنا بنشتغل على الكمبيوتر. طيب ايه الحل في حاجه زي كده؟ ممكن ان انا احط مقاومه على اساس يحمي لي البطاريه بتاعتي. سيستور اهوت، وهبدا احطه مكان هنا مكان التوصيله ديت، تمام، وهبدا اشغل. هتلاقي نورت والمقاومه حميتها من انها تتحرق. حتى ممكن نزود البطارية، نخليهم 3 بطارية، هتلاقي بتنور اكتر، لكن ما حصلش اي حاجة خالص. وممكن نحط هنا في البطارية دي سويتش اون واوف، واحنا بنعمل سيموليشن نعمل الحركة دي. طيب خلينا مثلا نضيف ايه تاني، خلينا نضيف الزرار اللي هو البوش دوت اهو، هنضيفه مثلا هنا، وهبدا اوصل ده بده، وهوصل من هنا لهنا كده بالشكل دوت. لما نشغل اللمبه ما اشتغلتش، لما تدوس هنا على الزرار تبدا انها تنور. فانا ضفت دايره وضفت زرار يتحكم فيها. طيب ممكن نضيف برضو مالتي ميتر بالشكل دوت عشان يقيس لنا الفولت والامبير. يبقى انا هلغي دوت واوصل من ده لده، واوصل من هنا لهنا. اول ما تبدا تشغل، اول ما تبدا تشغل تبدا القياسات بتاعتك تظهر معاك، الامبير فادينا عملنا مثلا دايره كهربائيه هو بحاجات مختلفه جدا بطريقه سهله وغير مكلفه. وتقدر بقى تجرب التوصيلات هنا، هنا مثلا الاردينو تقدر توصل بيه بالشكل دوت، المايكروبيت تقدر كلهم توصلهم وتعمل دايره تشرح عليها كل حاجه اللي انت عايزها.